وهذا سائل يقول: رفع الإزار إلى نصف الساق، هل ثبت في ذلك حديث صحيح؟ نعم، في الحديث إزرة المؤمن، إزرة المؤمن إلى نصف الساق، هذا إذا كان المجتمع كله يعمل هذا، أما ويلبسون الأزر، أما اللي يلبس الثوب، الثوب غير الإزار، الثوب يكون إلى الكعب، وأما الإزار إذا كانوا يلبسون الإزار فهو إلى نصف الساق. حديث وارد في الإزار ما ورد في الثوب. نعم.